ومنافسات شوط الكار وينطلق اقوى اشواط القعدان. وارحب باخي وزميلي مطلق العنزي. شكرا محمد بن بريك المري. ايها الاخوه المتابعون ومشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير. احييكم وارحب بحضراتكم بدوري انا في هذا المساء المبارك يوم الجمعه 30 من أكتوبر 2020، حيث استونفت وفي تمام الساعة الثانية من مساء هذا اليوم الانطلاقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وثناياهم السبق المعروفات. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا من 6 كيلومترات في محلنا الرابع. بداية نهني سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك الشعار الغرفاوي الكبير بفوز مغامرة على المركز الأول التي حققت ناموس الشوط الأول قبل لحظات. على بركة الله تندفع هذه الشعارات الكبيرة من هذا الميدان، درة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، ميدان التحدي، نقلا حيا مباشر في هذا المساء لسن الثنايا. على بركة الله ننطلق ونتابع المركز الأول صدارة ومقدمة الشوط الزاجل. على المركز الأول لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني يحتل المرتبة الأولى ومقدمة الشوط، بينما المركز الثاني من العمق يتدخل وينطلق في هذه اللحظات غازي على المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني مع السيد متعب بن مخلد العتيبي في عملية التضمير. نقلة أخرى إلى المركز الثالث، نشوف المركز الثالث قاصد لهجن الشحانية على المركز الثالث بمتابعة المضمر محمد الخالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع. أيضا شعار من شعارات الشحانية ينطلق بوجود شفقان على المركز الرابع بمتابعة جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الخامس، المركز الخامس زاهي على المركز الخامس لهجن الشحانية أيضا على المركز الخامس، يتابع من؟ يتابع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري على المركز الخامس. نتيجة مبدئية لهذه السبك، لهذه الأصايل، لهذه الثنايا القعدان اللي تشارك اليوم في هذا المساء المميز، مساء الشحانية وانطلاقات الشحانية واندفاعات هذه السبك في هذا اليوم. نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة ومقدمة الشوط بعد أن أعلنت المراكز الخمسة الأولى، الفايف ستار كما يقول الأخوان المعلقين دائما، الفايف ستار يعني خمسة نجوم باللغة العربية. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط. شوف الكادر الفوقاني يحمل اسم، يحمل اسم وحيد هنا دائما، الكادر الفوقاني عبر شاشة قناة الريان دائما يتابع من؟ يتابع المركز الأول. الكل يتمنى هذا الكادر، الكادر الفوقاني، الكادر التحتاني للمراكز المتأخرة. الله يعين الجميع إن شاء الله. عموما وعلى كل حال، إلى المركز الأول، إلى الزاجل على المركز الأول ينطلق هذا الاسم الجميل بشعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني على المركز الأول، مندفع ومنطلق في مقدمة الشوط، بينما يليه بالمركز الثاني رقم 10 على المركز الثاني غازي على المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني بمتابعة العتيبي مخلد متعب بن مخلد العتيبي على المركز الثاني. يا سلام، البرنس وصل، ما أدراك ما البرنس، اسم من أسماء المضمرين الأقوياء في عالم سباقات الهجن، متابع لهذا الشعار الأدعم الكبير شعار الشحانية. انضم مؤخرا هذا البرنس خلال إنجازات حققها على مستوى أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أعوام سابقة، كان مشارك مع أصحاب السمو الشيوخ متابع
تابعا ايضا للشعار اللي ادعم والان يعود مجددا حاملا لواء المنافسة هذا البرنس الملقب بالبرنس وهو جار الله بن محمد بن عقيل المري. يا سلام، اتمنى لك التوفيق ابو محمد ان شاء الله، اتمنى التوفيق لكل المضمرين لكل الشعارات، شعارات اصحاب السمو الشيخ والسعادة في الشحانية، اتمنى لهم ان شاء الله كلهم 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 حقيقة كلهم اتمنى لهم التوفيق والناموس. من يبحثون عن الناموس في هذا العالم الساحر؟ وين وصلنا؟ وصلنا عند شعار الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية اللي غير مع قاصد 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 على المركز الثاني الاول بشعار هجن الشحانية، بشعار هجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الرابع مع المركز الرابع رقم 10 غازي غازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني عند متعب بن مخلد العتيبي على المركز الرابع. المركز الخامس وصل لوسيل، وصل لوسيل، مرحبا مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الشعار، شعار الشق، الشعار الشعار الكبير، الشعار الكبير اللي يعود يعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. هذا الشعار خطير تقشعر من الشعارات، مع من؟ مع المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، احد اقوى المضمرين في عالم سباقات الهجن، احد اعنفهم، اعنف المضمرين سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا سلام، مسيره رياضيه حافله مع هذا الهادي، التمنيات ترافق الجميع ان شاء الله. خمسه اسماء الفايف ستار مره اخرى يا اخواني، خمسه اسماء تقريبا تقريبا في موقع واحد يتقدم هذه الشعارات، شعار الشعار الادعم مع من؟ مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. خلاص خلاص، هذا الكوع الاخير، هذا الكوع الاخير، اتجاهنا الان اتجاه غربي، اتجاه غربي، بعد ذلك نتجه باتجاه الجنوب ان شاء الله الى خط النهاية، نقلع مع هذه الشعارات مع هذه الشبوك. يا سلام، بدأ سعيد بن عبد الهادي الشهواني لا يعرف الهدوء، والبرنس المضمرين قادم، برنس المضمرين قادم مع وذنان، اسم اعشق هذا الاسم، وذنان 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 اللي يعود ملكيته الهجن الشحانية، علقت عليه تقريبا في 2013 تقريبا او 2014. هذه الماركة المميزة حصل على كأس الخليج من سلالة وذنان، وذنان على المركز الثاني. يا سلام، بشعار هجن الشحانية مع المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري، وقاصد من الجانب الاخر يحمل نفس الشعار ولكن بقيادة العطية محمد بن خالد العطية. المركز الرابع اول اسم لمعطش او المركز الرابع سيلين، سيلين لهجن الشحانية على المركز الرابع مع المضمر جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الخامس اخر اعلان، اخر اعلان لغازي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جابر الثاني مع متعب بن مخلد العتابي، ولكن الموقف خطير، الموقف خطير يا البرنس، الموقف خطير يا شبن المضمرين، بقيادة من؟ الهادي، الهادي، لا هدوء يا الهادي، لا هدوء، لا هدوء، لا هدوء، لوسيل، 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 سيلين على المركز الثاني، الجانب الآخر يحمل وذنان، يحمل وذنان، يحمل وذنان، ولكن شعار الشقب على المركز الأول، شعار الشقب. يا سلام، هادي المضمرين سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقود الأسماء بهذا الشعار الكبير، يا ما ويا ما ويا ما، رافق الأسماء الذهبية هذا الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا سلام يا سلام، تهانينا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جوعان بن حمد الخليفة الثاني مالك هذه الامبراطورية الكبيرة، امبراطورية الشقب. هذا هو لوسيل يحقق الناموس بقيادة وتوقيع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وذنان لهجن الشحانية، المركز الثالث سيلين لهجن الشحانية، المركز الرابع، المركز الرابع قاصد الهجن الشحانية عندنا، المركز الخامس كم رقم؟
رقم واحد مجد لهجن المرقاض. متابعينا مشاهدينا الكرام، منافسة ولا أروع بين هذه الشعارات العملاقة، وكان التوقيع عند خط النهاية بقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني الذي فاز معنا في هذا الشوط متابعا لشعار هجن الشقب. تهانينا والناموس. 9:23، 95 جزء من الثانية. هذا هو توقيت صاحب المركز الأول لوسين لهجن الشقب بقيادة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني 9:25، 99 جزء من الثانية، واذنان لهجن الشحانية بقيادة المضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. تهانينا والناموس. المركز الثالث سيلين ايضا لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران. 9:26، 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.